ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ووعدتكم ان التغذية بكل مواضيعها وتأثيرها علينا ناخد جزء منه كبير كل فقرة على مدار كل الحلقات اللي جاية، بس هيكون بشكل مختلف. وعشان كده عايزاكم تبعتوا الأسئلة بتاعتكم واقتراحاتكم لأي موضوع حابين نناقشه على الأكاونت بتاعي على انستجرام. ولكن عشان التغذية حقيقي ممكن نتغلب بيها على أمراض كتير ونمنع بيها أمراض ونعالج كمان بيها أمراض، لأن المعدة بيت الداء، كان لازم نقرب أكتر ونفهم العلاقة التغذية بالأمراض دي. وعشان كده منوراني النهاردة دكتورة نوران حماد، أخصائية التغذية العلاجية وهيلث كوتش. أهلا بيك يا نوران. إزيك يا إنشي؟ أهلا بيك. منوراني. كله تمام الحمد لله. دلوقتي نوران، يعني مش بس قلتيلي إن المعدة بيت الداء، ده كمان إن الحمية بتاعتنا أو نظام أكلنا ممكن يكون هو رأس الدواء. عايزين كده بأمثلة نوضح للناس أكتر إن إزاي التغذية ليها دور في الأمراض، وكمان إزاي إن إحنا نعالجها. كمان ممكن نعالج ونعكس المرض اللي هيجي ده بس بنظام أكلنا؟ بشوية اختيارات أذكى لأنواع الأكل وشوية تغييرات في اللايف ستايل بتاعنا نقدر نحسن ونساعد جسمنا إنه يشفي نفسه. إحنا جسمنا عنده القدرة إنه يشفي نفسه عن طريق التغييرات اللي احنا هنعملها دي. انت عايزه تقولي مثلا زي في مقاومه الانسولين، لو احنا من بدري اكتشفنا ان انا داخل على المرحله دي، لو عملت تغييرات بسيطه في الاكل وانت بقى تقولي لنا عليها التخصص بتاعك، نقدر نعالج حاجه زي مقاومه الانسولين من قبل ما نوصل لها وتبقى بري دايابيتك او تبقى مرحله ما قبل السكر؟ نعمل ايه؟ عايزه اقول لك اصلا مقاومه الانسولين، الضغط، الامراض المناعيه، كل الحاجات دي نقدر نعكسها ونحسنها خالص عن طريق الاكل. اول حاجه، اول سر نقدر نحسن بيه صحتنا وخطوه مهمه جدا في اتجاه الصحه هي قله التصنيع، ان احنا نقلل جدا في الدايت بتاعتنا الحاجات المصنعه، اي حاجه في كيس، نقلل السكريات، نبتدي نرجع تاني ناكل اكل طبيعي. يعني دي معادله صعبه، يعني مش سهله ان الناس تعملها، ان احنا نرجع ناس تاني تاكل الاكل الطبيعي، نرجع الناس تاكل تاني الخضار والفاكهه والمكسرات. الناس كلها دلوقتي بسبب رتم الحياه السريع والتصنيع كل حاجه بقت سهله وسهل الوصول ليها ورخيصه، فبقت الناس بتتجه للحاجات السهله بالظبط، وما بقوش بيروحوا للاكل الحقيقي اللي هو الاكل الطبيعي. طيب يعني ده غير الامراض المزمنه اللي بتتكلمي عليها زي الضغط والسكر وكمان الكانسر والكلام ده. انا عايزه بقى اقول لك على حاجه منتشره قوي يمكن في اغلب الشعب المصري، القولون العصبي. وانا عارفه ان طبيعه اكلنا بتاثر قوي في الموضوع ده، واغلب الشعب المصري بيشتكي ان هو عنده قولون عصبي سواء عنده حتى او ما عندوش. فقولي لنا كده، هو ايه اعراض القولون العصبي وايه التغذيه علاقتها بالقولون العصبي؟ ازاي اقدر، لان انت قلت لي برده حاجه كانت محتاجه الناس تعرفها، ان مش ضروري كلنا نمنع كل الليسته بتاعه الممنوعات بتاعه القولون العصبي، لا بالعكس، ده في ممكن حد ياكل مثلا البقوليات عادي ما تعملوش مشكله، وحد تاني عادي تعمله مشكله. فعايزاكي بقى تقولي لنا القولون العصبي اعراضه وليسته الممنوعات دي مهمه قوي تكلمينا عليها. حلو قوي. بصي، القولون العصبي اصلا لو هنمسك الناس كلها اللي عندها قولون عصبي، فعايزين نمسك حاجه كومن او مشتركه ما بينهم. أيوة. فهي انه الناس دي في حاجتين مشتركين بينهم، قله السيروتونين اللي هو هرمون السعاده بيبقى قليل عندهم، الناس دي بتتاثر جدا بالتوتر وبيتاثروا بالحاله النفسيه جدا. تاني حاجه هي اختلال في مايكروبيوم الامعاء او البكتيريا النافعه في القولون والامعاء. الحته دي مهمه قوي بقى بتاعه البكتيريا النافعه اللي في القولون. البكتيريا النافعه دي اللي هي المفروض ان في توازن داخل جسمنا وداخل بالزبط. معدتنا ما بين البكتيريا النافعه علشان تقدر تحافظ على صحه الجهاز الهضمي ويقوم بكل الوظائف. انا بحاول انه نبسط للناس موضوع المايكروبيوم. بس قبل ما نكمل انا كده عايزه اسالك، يعني القولون العصبي هو فيه عامل، اتنين عامل مؤثرين، عامل النفسيه عشان كده هو اسمه القولون العصبي، ممكن مع ستريس مع توتر بالزبط. فعشان كده ان بيكون هرمون السعاده او السيروتونين بيكون قليل. فدي حاجه مهمه هنجيلها واحنا بنعالج، ان احنا كده ممكن نعالجه ازاي. طبعا. والمايكروبيوم بقى اتكلمينا عنها علشان ازاي نحافظ على صحه التوازن في البكتيريا دي علشان ليها دور في الموضوع بتاع القولون. بصي بقى، موضوع الميكروبيوم او البكتيريا النافعه عندنا دي، البكتيريا النافعه في القولون دي اصلا بتمثل 70% من خط الدفاع للجسم، يعني بتمثل 70% من جهاز المناعه بتاع الجسم. ازاي؟ البكتيريا دي بتمرن الجهاز المناعي بتاعنا انه يحارب اي بكتيريا ضاره او اي حاجه ضاره داخله الجسم، لانه يعني احنا بنستنشق الهواء بمناخيرنا وبناكل، دي الحاجات اللي داخله جسمنا بناكل عن طريق الجهاز الهضمي، فدي خط دفاع اول، خط دفاع مهم جدا يعني. تمام. طيب
التوازن بتاع البكتيريا دي بيجي ازاي، او عشان نبسط للناس البكتيريا دي احسن صحتها ازاي، لانه البكتيريا دي كل ما صحتها بقت احسن كل ما انا كبني ادم بقت صحتي احسن ومناعتي احسن. عايزه اقول لك انها بتاثر على الهرمونات، بتاثر على المود، بتاثر على المخ ازاي بيشتغل بصوره كويسه. فهي حاجه مهمه جدا ان انا احافظ على صحتها والتوازن بتاعها. احافظ عليها ازاي؟ احافظ بقى عليها ازاي بالظبط؟ عشان اغذيها واحافظ عليها لازم اكل دايت فيه الياف، دايت مليان الياف، دايت فيه خضار وفاكهه، دايت فيه مكسرات، دايت فيه البقوليات. FDA اللي هي منظمه الدواء والغذاء اخر بقى توجيهات غذائيه قالتها ايه، انه البني ادم عشان يبقى بصحه كويسه محتاج انه ياكل من اتليست يعني على الاقل 28 جرام من الالياف في اليوم. طبعا 28 جرام الناس فاكره عادي يعني، لا بس دي حاجه مش سهل تحقيقها، لانه لازم في كل واحد في اليوم نص طبق يبقى خضار. أيوة. طبعا احنا بنستثمر الخضار خالص. أيوة. الحته دي خالص. لازم يبقى في على الاقل مثلا نص كوب لكوب من البقوليات في اليوم. لازم يبقى في النشويات اللي البني ادم بياكلها لازم تبقى من الحبوب الكامله يعني بقشره، زي الشعير، الشوفان، لو القمح يبقى قمح كامل ذات الحبه كامله او الرده. تمام. أيوة. فالحاجات دي مهمه قوي لتغذيه البكتيريا النافعه اللي عندنا في القولون. بس انا كمريض قولون عصبي ممنوع يعني، لو اي حد مريض قولون تلاقيه ممنوع من كل اللي انت بتقوليه ده، ممنوع منه البقوليات، ممنوع. لا انا لو اكلت حاجات فيها الياف كتير ممكن اتعب ويحصل المغص او انتفاخ او حسب بقى، لان هو برده القولون بيجي للناس باعراض مختلفه، مش كل الناس الاعراض عندها زي بعض. فكل اللي انت بتقوليه بتوصي بيه الناس كلها بتقول لك لا انا ده كل ده بيتعبني، نعمل ايه؟ الحته دي بقى مهمه جدا، لانه اي حد عنده قولون عصبي بيروح للدكتور يقول له اتفضل امشي كل دي لسته الممنوعات. أيوة. ما تاكلش زي ما انت قلتي بقوليات، ما تاكلش حاجات خضراء، ما تاكلش البان، وقلل من القمح. فيجي بقى العيان يروح البيت هاكل ايه؟ يقعد قدام الورقه هاكل ايه بقى، رز وبطاطس يعني بجد يعني مبيبقاش عارف، بتبقى حاله صعبه جدا. لا هو في دلوقتي الناس بقى جهابزه بره بتوع الجهاز الهضمي اكتشفوا من قريب يعني في حوالي ممكن 8 ل 10 سنين اكتشفوا دايت كده اسمها ايه، اللو فود ماب دايت. اللو فود ماب دايت دي دايت بتتكون من 3 مراحل، دي للناس اللي عندها قولون بتحسن من صحتهم جدا، من كواليتي بتاعت حياتهم اللي هي كفاءه حياتهم تبقى احسن، جوده حياتهم تبقى. استني كده، اللو فود ماب دايت يعني دي كده خريطه انا همشي عليها لمريض القولون، هبتدي معايا كده في مراحل عشان الناس كده تبقى سمعانا وتبدا تركز ان دي المراحل اللي انت هتقوليها عشان ابدا اتعامل مع الاكل اللي هاكله لو انا مريض قولون. هي خريطه طعام، هي مش فود ماب، هي فود ماب خريطه طعام بتتعمل على 3 مراحل. ايه اصلا فود ماب دي؟ كلمه فود ماب دي اختصار للسكريات اللي بتتخمر في قولون وتعمل الاعراض اللي مش كويسه اللي مش مريحه للناس. تمام. طيب اول مرحله في الدايت دي هي ان احنا بنعمل حاجه اسمها اليمينيشن دايت او دايت الاستقصاء، اني ابطل كل حاجه. بالظبط، بنبطل بقى كل حاجه بتتعب القولون لمده من اسبوع لست اسابيع. طبعا المريض اللي عنده قولون عصبي اول ما يجرب الدايت دي اللي هي بعد كل حاجه بتتعب القولون بيبقى مرتاح جدا بقى، وايه ده الحياه حلوه، انا عايز افضل هنا، منطقه الراحه دي، عايز افضل بقى هنا انا تمام، مش عايز بقى كل حاجه تانية بتتعب البطن، انا كده عايش كويس. بس ما ينفعش ان ده هياثر تاني على المناعه وعلى الميكروبيوم او البكتيريا، فلازم ندخل حاجه. بالظبط بالظبط، هو بقى الحته دي مهمه جدا، لانه تبطيل انواع كتيره من الاكل ده بيأثر على صحه الميكروبيوم او البكتيريا النافعه في القولون. فطب نعمل ايه لو احنا عندنا قولون عصبي؟ هي دي بقى الحته، ان احنا بندخل بقى الاكل تاني مرحله، ان احنا بندخل نوع 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 اكل، كل واحد بياخد كل نوع بياخد اسبوع. تمام. وبندخله على 3 مرات وبندخله بكميات قليله ونبتدي نزود واحده واحده. زي مثلا هنقول مثال بالظبط عشان الناس تبقى فاهمه، الفول مثلا، الفول هنجرب مثلا 3 معالق من الفول الاول، ويكون مضروب ويكون معوش اي نوع من انواع الاكل التانية اللي بتتعب القولون زي البصل او الثوم، فول لوحده كده. تمام. واضربه عشان مثلا القشره بتاعته ممكن تتعب، فاضربه عشان يبقى من غير قشره واجرب اشوف هل عمل لي اعراض مش مريحه ولا اعراض خفيفه ينفع اتعايش بيها. لو اعراض خفيفه ينفع اتعايش بيها، شويه غازات شويه انتفاخ بتاع، لا مش ممكن اكمل عليها، اكمل عليها واكل الفول الثلاث معالق فول دول، لان ده مفيد
ليه البكتيريا اغذي بيه البكتيريا بتاعه القولون دي. اوكي. ليه زي ما قلتي انه دي مهمه للمناعه ومهمه لصحتنا وانها بتعكس الامراض. طيب دخل يعني احنا اول خطوه قلنا اليمينيشن دايت او الدايت اللي هنمنع فيه كل حاجه. انا حاسه زي ما يكون مثلا عارفه الطفل لسه في البدايات بتاعه الاطفال واحنا لسه مش بنديهم اي حاجه وبعد كده نبدا ندخل لهم واحده واحده خلينا نبسط. فيبدا مثلا اول اسبوع يجرب الفول والله تمام يبقى هنكمل مش تمام يبقى هنشيله. وقلت لي ان ممكن نرجع ندخله بعدين ليتر اون او بعد شويه لما تبدا المايكروبيوم او المناعه تتحسن شويه. دخلنا الفول تمام. الاسبوع اللي بعده نجرب مثلا حاجه من الخضروات اللي كانت بتعمل مشكله وهكذا. طيب ايه بقى المرحله الثالثه؟ المرحله الثالثه بقى هي انتجريشن. انت بني ادم خلاص جربت كل انواع الاكل وعرفت ايه اللي بيمشي معاك وايه اللي مش بيمشي معاك، والحاجات اللي هي ما بتمشيش معايا زي ما انت قلتي بعيدها بعدين. تمام. وخلاص انا ببقى مثلا عارف ان انا الفول ده ما كترش عن 3 معالق. كنت خمس معالق ممكن يبقى في حاجه بتتعبني بس بالكميه، مش ان انا بس اكلت بالزبط. فول ممكن لو اكلت 4 معالق اتعب لكن لو معلقتين ما اتعبش. يعني انا ممكن ببقى تمام مع 3 معالق من الفول، ببقى تمام مع ربع كوبايه لبن، لكن كوبايه كامله من اللبن لاكتوز بيتعبني مثلا. أوكي. فانا همشي على لبن لاكتوز فري. فهي كميات بتفرق جدا، فعشان كده احنا بندخل بكميات معينه وبعد كده نبتدي نزود واحده واحده. وعايزه اقول لك كمان انه مش كل مرضى القولون العصبي زي بعض، ما هي الدايت دي بقى هتبقى كل واحد مختلف. ما ده اللي انا عايزه اوصل له معاكي والناس تاخد بالها منه، انه مش لو حد جه قال لي لا انا بص انا عارفه القولون العصبي ايه اللي بيحصل فيه انت تمنع 1 2 3، هي الناس مش زي بعض. فما فيش لسته ممنوعات ثابته لكل الناس. بالظبط. طيب هنا حلو قوي ان احنا نقول ان احنا اول حاجه ناخد بالنا ونركز مع جسمنا، وان جسمنا يمكن يكون هو اكتر واحد عارف ايه المناسب لينا واللي مش مناسب. فانا اخد بالي انا لما اكلت الفول تعبت، طب لما تعبت لما اكلت قد ايه. دي مهمه قوي. وتاني حاجه مهمه اللي لسه قايلينها اللي هي انه يا جماعه القولون العصبي بلاش تمنعه كل حاجه، بالعكس ده بيبقى وحش لانه بيخلي ان البكتيريا دي التوازن النفع ان التوازن بتاعها يختل وبالتالي القولون العصبي يزيد اكتر. بالظبط. هم عشان كده على فكره بيفضلوا في نفس الدايره. طيب والجزء بقى بتاع السيروتونين ده نظبطه ازاي؟ السيروتونين بقى السيروتونين الجزء بتاعه في اكلات بيبقى فيها المواد الاساسيه اللي بيتصنع منها السيروتونين. اوكي. زي ايه؟ زي الدارك تشوكلت، مش الشوكولاته اللي بسكر، الشوكولاته العاديه والحلويات والبسكوتات والحاجات دي بتعلي من الدوبامين، هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده برضو هرمون سعاده بس لحظي، يعني يقعد ساعه اقصى يجي ويروح بسرعه. بالظبط. لكن السيروتونين بيقعد معاكي فتره طويله، بيملاكي من جوه فبيقعد معاكي فتره طويله. فهرمون السعاده اللي هو السيروتونين ده الدارك شوكليت فيها مكون من المكونات الاساسيه اللي بترفع اللي بتصنع السيروتونين، وطبعا موجود في اسماك كتير، السلمون، اللحوم، موجود في حاجات مكونات تانية كتير. بس حته الدارك شوكليت دي مهمه قوي عشان الناس اللي بتحب الشوكولاته هيبقى حلو قوي ليهم ان هم صحيه اكتر، يعني صحيه اكتر وهتساعدهم وهتريح القولون وهتحسن القولون. بس بقى ايه علاج للقولون؟ واحد يروح يشتري دارك شوكليت. طيب نقطة بقى كنت حابة ان احنا نتكلم فيها قوي وحابين نقول للناس ان اوقات ناس ما يبقاش عندهم قولون عصبي ولكن بعد كورس علاج مضاد حيوي كبير او حتى استخدام المضادات الحيوية على الفاضي والمليان زي ما بنقول بروشتة ومن غير روشتة بيكون مؤذي جدا لدرجة ان هو ممكن يطلع من الدور اللي عنده ده بقولون عصبي. فقول لنا بقى الموضوع ده ايه اللي بيحصل فيه. في حاجه اسمها drug induced IBS، انه القولون اللي بسبب الادويه يعني. بالظبط. قولون عصبي بسبب ادويه، من ضمنها طبعا المضادات الحيويه بتدخل تموت البكتيريا، يعني هي بتموت البكتيريا بتاعه المرض وبتدخل تموت البكتيريا اللي جوه القولون بتاعنا النافعه اللي هي المفروض خط الدفاع ل فيحصل الخلل اللي بنتكلم فيه. بيحصل الخلل اللي احنا بنتكلم فيه. حاجه كمان مش واخدين بالنا منها انه التعقيم كتير غلط، يعني الكحول اللي احنا بقينا ماشيين بيه بعد كورونا ده برضو قلل من المناعه بتاعتنا، لان احنا قللنا، لان البكتيريا اللي حوالينا دي 99% منها غير ضار لينا. أوكي. بالعكس ده احنا بناخد من الخصائص بتاعتها. وعايزه اقول لك انه احنا اصلا جسمنا غير قادر على هضم وامتصاص الاكل لوحده، احنا بنحتاج البكتيريا النافعه دي لهضم وامتصاص الاكل، فهي مهمه جدا لينا.
فيعني اي حد بقى بيستسهل انه ياخد مضاد حيوي كده زي ما احنا بنقول كده بونبوني، هو يعني بيضر جهازه الهضمي جدا، وممكن انه مش بس يعني يعمل له خلل في الهضم كده حاجه بسيطه، لا ده ممكن يقلب مريض قولون عصبي، وبيكون بسبب الكورس اللي هو خده من غير اي لازمه ان هو ياخده. دي نقطه مهمه جدا، لان لما بنقول حتى ان اغلب الشعب المصري عنده قولون عصبي هو بسبب سوء استخدام احنا بنستخدم غلط الادويه واكلنا طبعا، لو يعني لو ظبطنا الاكل وخدنا الادويه في مكانها مظبوط. طب هقول لك على حاجه، طب قولي لنا كده روشتة ملخص، انا عندي قولون عصبي ابعد عن ايه واعمل ايه؟ انا عندي قولون عصبي، هحاول اشتغل على الحاله النفسيه بالملخص كده، اقعد مع الناس اللي انا بحبها، اتفرج على ذكريات وصور وحاجات حلوه لما تبقى نفسيتي تعبانه، اعرف اتحكم في مشاعري والستريس ليفل بتاعي، ودي بتحتاج مساعده كوتش انه يعلمها لي. ده بالنسبه للحته بتاعه السيروتونين، بالنسبه اللي هو هرمون السعاده. أيوة. بالنسبه للحته بتاعه الاكل بمشي على موضوع الدايت اللي اتفقنا عليه، الدايت اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو مكون ان احنا بنبعد كل الحاجات اللي بتبعد القولون، ونبتدي ندخل كل نوع اكل لوحده ونعرف ايه انواع الاكل اللي مناسبه ويسمع لجسمه. واهم حاجه ما ياخدش الموضوع بتاع التعميم ان انا قولون عصبي امنع كل حاجه، احنا بنمنع في الاول كخطوه عشان ابدا ادخل واشوف ايه اللي بيتعبني، لكن مش انه امنع عشان هو انا قولون عصبي فامنع كل حاجه. دي كانت نقطه مهمه قوي. من الحاجات برضو بقى دكتور اللي بقت ترند قوي دلوقتي والبانه في بقى اي حد، اصلا انا عندي مقاومه انسولين، اصلا انا اكيد حرقي قل، اصلا انا عندي مقاومه انسولين. انا عارفه ان هي زايده، ولكن هي ليها اعراض اقدر احكم بيها وتشخيص، فقول لنا كده اول اعراضها ايه، وكمان ازاي بقى بالتغذيه ان احنا نريفرس او نعكسها، لان مهم قوي برضو الناس تعرف ان مقاومه الانسولين ومرحله حتى ما قبل السكر وكمان اوائل السكر احنا نقدر بالتغذيه ان احنا نرجعه تاني. ناس كتير فعلا مش عارفه معلومه ان هم يقدروا يعكسوا مقاومه الانسولين، بيبقوا فاكرين انا عندي مقاومه الانسولين خلاص كده انا هعيش بمقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين بقت لبانه في اي حد، في بق اي حد فعلا بيقول كده. هي الفكره انه مقاومه الانسولين بتيجي بسبب برضو التصنيع، ان احنا بناكل حاجات مصنعه فبيبقى فيها مكون اسمه فركتوز، سكر معين رخيص وسهل وطعمه حلو فبيتحط في كل الحاجات المصنعه، وبسبب اكل الدهون المهدرجه اللي هي محطوطه برضو في كل الحاجات المصنعه. فهي مش يعني اهم حاجه في الحلقه النهارده ان الناس تبعد عن المصنعات بالظبط، فدي اول من اهم اسباب مقاومه الانسولين. تاني حاجه، الناس بتاكل نشويات بصوره كبيره جدا، وخصوصا نشويات بسيطه اللي هي زي السكر اللي بنحط على الشاي 5 معالق سكر، ونحط الرز طبق قد كده، وكشري لازم تبقى حله كشري. كتر النشويات غلط جدا، لانه هتروح فين؟ احنا بناخد طاقه من الاكل، بقيه الطاقه دي بتتخزن للدهون، النشويات الزياده دي بتعمل ايه؟ هتعمل دهون على منطقه البطن. يعني بيكون من اهم الاعراض زياده محيط الوسط. وقولي لي كده يعني انا معلش انه فقرتنا تقريبا بتنتهي خلاص، عايزين حل كده مقاومه الانسولين بسرعه علشان ده المهم عندي كمان الناس تعرف نحل الموضوع ده ازاي ونحسن من عاداتنا الغذائيه ازاي. حل مقاومه الانسولين في جمله واحده ان الناس تمشي على لو كارب، يعني دايت قليل النشويات، ويكون ميديترينيان، يعني دايت البحر المتوسط. دي عايزه حلقه ثانيه نقعد نتكلم عليها. ولكن المهم هنا ان احنا نبدا نقلل النشويات اللي بتؤدي الى ان الجلوكوز يعلى او سكر الدم يعلى بسرعه، ويبدا يحصل ما بعده زياده الانسولين ومقاومه والكلام ده كله. احنا محتاجين نعمل ده فقره لوحده. فشكرا جدا لوجودك، نورتيني. واهم حاجه النهارده عرفناها ازاي نتعامل مع القولون العصبي. بشكرك يا نوران، وفقرتنا حبيبتي فقرتنا خلصت وحلقتنا لسه ما خلصتش. فاصل صغير ونرجع لكم تاني.